قد يعتقد من يرى هذا المنظر أمام مداخل عمارات حي 1500 مسكن بئر الجير بوهران أن هؤلاء يقطنون سكنات لائقة داخل هذه العمارات، لكن الحقيقة أنهم يعانون من أزمة خانقة، ففيهم من تجاوز 20 سنة وهو يسكن داخل قبو، ما سبب لهم أمراضا مزمنة كالربو والحساسية، زيادة على معاناة الأبناء من التنمر من قبل أقرانهم، هذا دون الحديث عن تقاسمهم لهذه الأقبية مع الجرذان والزواحف. احنا رانا غبينا، اللي رانا ساكنين فيها يعلم بها ربي سبحانه، مشي العبد. احنا في المستوى يدخلنا الملديار نباتوا قاعد، احنا كيطيح لنا كاع الجوارين نخرجوا نحلوا لي روكار، خاص الميدان الروتور هنايا. وفي الصيف كيما هاد الايامات والله الا لقيت لفعه. 20 عام كان في 30 عام ساكن في كابا، قال لي خسر دار، ما خسر غير الطبيب لولاده ولداره ولليهم، كان مغبنا وكاش مغبون. احنا رانا مغبنا وكل واحد والسيتياسيون تاع خويا. انايا وصلت حتى لي بنتي ماتت عروسه باسكو عليه ازماتيك. سكان الأقبياء ممن رصدنا وضعيتهم الاجتماعية لا يطلبون المستحيل، بل فقط التفاتة من مسؤولي بلدية بئر الجير من أجل التدخل العاجل للنظر في حالتهم وتوفير سكنات لائقة تحفظ كرامتهم. احنا 150 واحد بركم بدلوا لي عليهم، باقي يدروك الجهة عند الولاية عند الوالي لا بغى يشوف فينا بعين الرحمة، ما يشوفش فينا احنا كبار، احنا كبار في ودنا وبات ولا صغار. نطلب منهم ومن ربي، نطلب من ربي ومن هذا الوالي يشوف فينا ويدير لنا حل.